أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. هذه الأهداف اللي نختارها لكم في حقب مختلفة عن عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، نسعى أن تكون إن شاء الله مادة دسمة تشاهدونها بشكل يومي من خلال طاقم العمل. إن شاء الله نقدم الأهداف اللي تبونها إن شاء الله، وكل الأهداف اللي طلبتوها سنعرضها لكم الحلقة هذه وأيضا الحلقات القادمة. في 15/10/1995 الجهراء والتضامن، وكانت على فكرة المنافسة بين الجهراء والتضامن منافسة كبيرة، لأن أغلب اللاعبين المنتخب في تلك المرحلة كان من الناديين، على فكرة كان يضمون مجموعة من عناصر تقريبا 6 في الجهراء 6 في التضامن، كان تنافس كبير، وكان على ذاك الوقت التضامن غير التضامن خلال السنوات الأخيرة اللي شاهدناه، فريق كان مميز، والجهراء كان أيضا فريق مميز، والتنافس دائما كان جميل، دائما مبارياتهم تخرج بشكل جيد. دعونا نتوقف الجهراء والتضامن. المرمى أحمد مطر نواف جابر فلاح فرحان أمامية يحطها جول. نواف جديد كرة حلوة لافة داخل المرمى في الدقيقة 17. الهدف الأول للجهرة يضع في مركز الأمان، وفي شوف لعبها فلاح فرحان فعلا لعبها في مكان، واللي أحلى أيضا لعبها نواف في الزاوية البعيدة على يمين أحمد مطر. الهدف كورنر ملعوبة، الله جول أحمد عبد الكريم يحط راسه فيها بلمسة بسيطة، لمسة سهلة جدا يعني خفيفة داخل المرمى. فيها الهدف الثاني شوف لما لعبها سلمان عواد، وشوف تدخل اللاعب أحمد عبد الكريم، شوف براسه على الخفيف شوف يعني راح نط على الخفيف الزاوية. الهدف الثاني للجهرة. طارق نايف لعبها في مكان أقرب لها خالد الجار الله، سلامة هادي سريعة نواف، يا سلام على هالكرة هذه الحلوة، أحمد عبد الكريم الحقيقة يحطها في مكان حلو وثقة زيادة في النفس، حطها داخل المرمى. الهدف شوف اللعبة سريعة، شوف أحمد عبد الكريم لعبها حقيقة ما بين ريول حارس المرمى داخل المرمى. الهدف الثالث اللي تضرب في القائم في العارضة وترجع داخل هجمة الآن للجهرة. سعيد وايسو لعبها نفسه، سعيد تقدم الجهة اليسرى وكرة عالية نواف، هو والجول الرابع مثل ما قلت استسلم الحقيقة التضامن في الشوط الثاني تماما، وفي الدقيقة 41 هدف رابع لنواف جابر. نواف جابر وحارس مرمى نادي الجهرة على الأرض إن شاء الله بالسلامة بعد ما لعب الكرة بإيده وضربت في العارضة. وهذا الشوط الثاني، وتهاني والقبلات لنواف جابر صاحب الهدف الرابع لنادي الجهرة. سجل أول لاعب في البطولة هذه 3 أهداف هاتريك ولا لا؟ لأن خالد خليفة الساحل عنده هدفين، وأحمد عبد الكريم شوت جول من ضربة جزاء في دقيقة 44. أيضا الجهرة الهدف الخامس والثالث لأحمد عبد الكريم ليصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف هاتريك في بطولة كأس ولي العهد، وهذه عادة بطيء للهدف الثالث له.
من اللاعبين اللي برزوا في الكويت وتألقوا كان اللاعب العماني طلال خلفان. وطلال خلفان لعب للنادي العربي، يعني ما لعب لنادي غير جماهيري، وبقي في النادي العربي ومشى من النادي العربي. لكن طلال خلفان كان لاعب ذو خلق رفيع، كان مجهوده وافر في الملعب، كان لاعب يسجل الأهداف. كانت مهمة طلال خلفان صعبة جدا النادي العربي، لكن أعتقد تفوق وبجدارة. وهكذا العمانيون، العمانيين عندهم إرادة الله يحفظهم في التفوق، في التحدي، في أمور كثيرة. كثير كل اللاعبين العمانيين الذين احترفوا خارج السلطنة كان لهم حضور وحضور مميز وتألق كبير. دعونا نتوقف أمام أهداف لطلال خلفان اللاعب العماني الذي كان لاعبا مميزا مع النادي العربي. أكثر في ركنية محمد إشراق، ملعوبة توصل يبعدها صالح، تطلع مرة ثانية أيضا العربي وتسديدة، الله خلفان يسجل الهدف الثالث في مرمى السالمية. طلال خلفان يعزز تقدم العربي بهدف ثالث، ثلاثة العربي، هذا خلفان العربي. طلال خلفان في الدقيقة 33، هذا شوف 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 شوف، هذه كرة طلال خلفان أرضية على شمال صالح مهدي، وهذا هو طلال خلفان والهدف الثالث للعربي. لاعب الساحل فراس مرة ثانية سدد حلوة، يا سلام، ترتد وجول، جول، الهدف الأول للعربي في الدقيقة 42. طلال الخلفان حقيقة يستثمر، حقيقة تسديدة قوية جدا من فراس الخطيب، وتوني قاعد أقول يعني ودنا نشوف هدف، وبالفعل العربي يسجل أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب طلال خلفان بعد متابعة جيدة. حقيقة بعد متابعة جيدة شوف الكرة من البداية من أحمد موسى، كرة قوية جدا حقيقة من أحمد موسى، وترتد من الحارس حسن السهلي ويكملها طلال الخلفان. متابعة جيدة من طلال الخلفان في مرمى الساحل، الهدف الأول شوف ترتد حقيقة من القائم ومن الحارس، وبالتالي طلال الخلفان يتابع الكرة هذه حقيقة بهدف سليم ما في أي شيء. شوف السلام عليك يا حسن، ولكن تصدى حقيقة حسن السهلي الكرة، ولكن ترتد من القائم الأيمن ويتابعها طلال خلفان ويسجل الهدف الأول للعربي. مباريات القادسية وكاظمة في مرحلة التسعينات كانت مباراة ساخنة. كاظمة ذاك الوقت كان فريق مميز في نجومه، غير كاظمة اللي الآن خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان عنده خط وسط احنا نقول بالعامية ذبح، كان بدر حجي العصفور، فواز بخيت، أيمن الحسيني، عصام سكين، يعني فريق خط وسط مميز كان في تلك المرحلة. ولنا نهضم حق اللاعبين الآخرين، ولكن أتحدث عن فريق كان مميز في التسعينات، ربما تراجع كما أسلفت مستواه خلال السنوات الأخيرة، لم يعد كاظم الذي كان يملك النجوم الكبار في تلك المرحلة. دعونا نتوقف أمام القادسية وكاظمة سنة 1994، والله عمر نشوفها يا بعض. هذا عادل الشمري لعب مكان لاعب محمد إبراهيم، تلعب الكرة حميد العسعوسي، وأول لمسة له وملعوبة وخطرة، لكن يغطي محمد بنيان، يغطي وخطرة ملعوبة بدر حجي، تلعبها جول جول، بدر حجي لعبها وعدت وما قدر يحصل عليها، والهدف الأول في الدقيقة 19 لنادي كاظمة. شوف 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 الكرة الخطأ اللي اللعبة، محمد بنيان غطى على الكرة وعدت الكرة، شوف التغطية، شوف ما بعدها محمد بنيان، شوف شوف هني شلون التغطية، شلون حضر له فيها أيمن، شوف بدر حجي بكل فن لعبها، شوف تلمس حارس المرمى هني اللاعب، يعني حضر له فيها، ظهرنا أحمد الشمري، شوف جماهير نادي كاظمة طلعت، هذه جماهير نادي كاظمة، سواء جماهير كاظمة أو الجماهير الثانية أيضا اللي في فريق يشجع كاظمة أيضا، سواء من القادسية من كاظمة أو أي نادي آخر. شوف شوف نيان أحمد الشمري حاول يطلعها، شوف لعبها بدر حجي بكل ذكاء،
شوف احمد لانه طويله عليه. علي بوسويهي تنقطع الكره وتوصل خليفي، خليفي يلعبها لها مسند، مسند يلعبها لايمن، بينيه حلوه ملعوبه، حلوه ملعوبه، وايمن الحسيني يلعبها بالجول، جول ايمن الحسيني ينهي المباراه لصالح كاظمه. ايمن الحسيني ينهي المباراه في الدقيقه 45 لصالح كاظمه، واقدر اقول ان كاظمه استحق الفوز وبطوله الدوري. وال45 على ساعتي خلاص، شوف شوف لاعبين واحتياط كاظمه، شوف اللي دخل ايضا من شوف 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 لي عادة، شوف ايمن لعبها بكل ذكاء وبكل مهارات حلوه من ايمن الحسيني. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم بعرض مجموعة من الأهداف. باكر إن شاء الله لنا موعد جديد، فالكم طيب اليوم ودوم، مع السلامة.